تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، أقامت وزارة العمل الحفلة السنوية 38 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي. وفي مستهل الحفل ألقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل كلمة رفع من خلالها أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك المعظم على تفضل جلالته برعاية هذا الحفل السنوي، وحرص جلالته على استمرار تكريم نخبة من العمال والإداريين وأصحاب العمل المجدين والمتميزين. وأكد الوزير حميدان أن هذا الحفل السنوي يهدف إلى إبراز الطاقات والكفاءات الوطنية المتميزة، وكذلك تحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها الوطنية. وأشاد سعادة وزير العمل بمستوى التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والتكاتف المشترك لتحويل التحديات إلى فرص، وما قاموا به من جهود نحو ترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي لجعل سوق العمل مولدا للمزيد من الوظائف النوعية لأبناء الوطن. تحرص مملكة البحرين على متابعة قطاع العمال والمنشآت وتطويره بشكل مستمر، وتؤكد ذلك من خلال عدة مبادرات مهمة تأتي بهدف تعزيز المكتسبات وخلق أجواء مشجعة ومحفزة للعطاء، حيث يأتي هذا الحفل السنوي في نسخته 38 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي برعاية ملكية سامية من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ليترجم حجم الاهتمام برأس المال البشري كمحرك أساسي للتنمية. أود أولاً أن أعبر عن اعتزاز وتقدير وسعادة جميع المكرمين، جميع الحضور لصاحب الجلالة الملك المعظم الذي يحرص كل عام على أن لا تمضي احتفالات البحرين بأعيادها الوطنية إلا ويكون هناك تكريم لقيم العمل وتكريم لسواعد المواطنين البحرينيين الذين أسهموا في عملية التنمية والبناء. حفل مؤثر جداً، ويعني لا يعني فقط التكريم على ما فات، ولكن يجدد العزيمة على أن عمال البحرين وأصحاب العمل في البحرين والأطراف الإنتاج الثلاثة عازمون دائماً على مزيد من العمل، مزيد من إثبات بأن البحريني فعلاً يستحق الأفضلية، وفعلاً أثبت في سوق العمل الجدارة والجدية والتطور المطلوب. الشراكة المجتمعية ساهمت في تحقيق قفزات نوعية على أرض مملكة البحرين، حيث أتت بشكل منظم وعملت بشكل تكاملي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات لصالح الوطن والمواطن. احنا في بنك البحرين الوطني نفتخر بكون المركز اللي يستقطب الطاقات الشبابية البحرينية، واحنا بنستمر في الاستثمار في تطوير وتنمية رأس المال البشري، وطبعا بدعم من وزارة العمل وجميع الجهات الحكومية في مملكتنا الحبيبة. شكر جزيل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه على رعايته لهذا الحفل، وعلى حرصه الشديد بأن يتم تكريم الشركات المتميزة والإداريين والموظفين المتميزين في كل سنة. مظاهر الفخر والاعتزاز تملأ العاملين المكرمين الذين عملوا بكل تفان لسنوات طويلة لخدمة هذا البلد المعطاء. أشكر جلالة الملك المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إعطانا هاي الفرصة وتكريم المواطنين والموظفين في القطاع الخاص. كل الشكر والتقدير لجلالة الملك. جدا شعور لا يوصف للأمانة أختي، شعور جميل. بعد 15 سنة عمل في القطاع الخاص احتفت بهذا التكريم المميز والجميل. نشكر ملك البلاد المعظم على رعايته لهذه الحفل، وفخور في نفس الوقت أن نكون ضمن المكرمين. هذا يعني تقدير من الشركة ومن وزارة العمل على الجهود اللي قمنا فيها طوال السنين، يعني مثلا أنا 28 سنة في الشركة.
العمالة الوطنية برزت في شتى المجالات ولا زالت تتميز في تطوير المسيرة الاقتصادية والاجتماعية البحرينية لتحكي من خلالها قصصا مميزة للأجيال القادمة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.